إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. نحن حتى الآن لم ندخل في موضوع الحكومة، حتى الآن ما زال هذا الأمر للمستقبل وللمستقبل القريب. نحن متجهون بعد قليل إلى اجتماع مكتب التنفيذي لأنفسنا، والذي سيتناول موضوع الحكومة وترشيح مرشح لرئاسة الحكومة سيكون يوم الجمعة على الأقل. نحن تعاملنا مع كل الأحزاب، لم نرفع فيتو في الحقيقة على التعامل في شأن التشريح في شأن البرلمان. البرلمان هو الإطار الذي يضم كل الأحزاب، ونحن لا نستطيع أن نقاطع أي حزب من الأحزاب انتخبه الشعب. لا يمكن من نظامنا الانتخابي يفرض المشاركة ويفرض التوافق ويمنع أي حزب من الأحزاب مهما قوية أن يستقل بالتشريع وبالتقرير. كنا نتحدث عن البرلمان، لا يمكن أن يصدر تشريع، لكن البرلمان هو الذي سيصوت على الحكومة وسيصوت على مشاريع الحكومة مع الآخرين. نحن نتحدث هنا عن البرلمان. البرلمان هو الذي سيصوت على منح الثقة للحكومة. في علاقة بتشكيل الحكومة، هل سيلقي هذا التوافق الذي حصل اليوم؟ بطبيعة الحال نحن ما كان يمكن أن نصل إلى حسب نوع الرئاسة ونتعاون مع الآخرين، بما في ذلك قلب تونس. هل ستواصل هذا التعاون إلى حد معناها الانتخاب رئيس الجمهورية؟ عندما سنشكل وزارات توازنات ممكنة في هذا البلد من أجل إنتاج حكومة ذات قاعدة عريضة حتى تنهض بالاستحقاقات المطروحة للجد.